حبر على ورق، هكذا وصف مواطنون اهتمام الحكومات الأردنية المتعاقبة بفئة الشباب، حيث تقاربت وجهات نظرهم حول ضعف إيلاء الحكومات الاهتمام بالشباب الأردني. فمن خلال آراء رصدتها الحقيقة الدولية في الشارع الأردني، أكد مواطنون أن الشباب هم مستقبل الدولة الأردنية، مؤكدين أن الملك عبد الله الثاني في إحدى خطب العرش السامي قال إن الشباب هم العنصر الأكبر في المجتمع، ولا بد من تفعيل دورهم الرائد في العمل العام، وستولي الحكومة الاهتمام اللازم لدعم الهيئة الشبابية. وحذر مواطنون من عدم تعزيز دور الشباب في بناء الدولة، مشيرين إلى أن تهميشهم قد يكون طريقا معبدا نحو التطرف والانحراف عن المسار الصواب. للأسف يعني اهتمام الحكومات مجرد حبر على ورق، يعني مثلا دائما التوجيهات الملكية السامية للحكومات التي يتم تكليفها تحرص على إيلاء الشباب وتوجيه الحكومات للعناية بقطاع الشباب ودعمهم وتوفير، لأنهم يعني الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل. لا، في اهتمام، في اهتمام، بس مش كله، يعني مش الاهتمام اللي انت بتحكي فيه. نعم، والشباب ما عندها، يعني كمان ما نحطش اللوم على الحكومة، برضو الشباب ما عندهاش الدوافع، يعني تقول لك انا بدي اسوي اشي وهي هيك، ما في بصراحة. ليس هناك اهتمام شديد بفئة الشباب من الحكومات التي تعاقبت وتوالت، وذلك اننا لم نلمس ان هناك تغير لدى الشباب. بالنسبة لي صراحة، خاصة بالانتخابات الأخيرة اللي صارت، المرشحين أغلبهم كبار بالعمر 50-60 سنة، وأنا من صراحة من الناس اللي ما انتخبوا. ليش ما انتخبت؟ من منطلق هاي النقطة، اللي كبار بالعمر، العمر 50-60 سنة، صعب يكون في تواصل بيني وبينهم. يعني في نسبة معينة تقريبا في اهتمام بسيط، ولكن لا، ما مش بنسبة الطموح الشباب المطلوب. والله لا أعتقد أن الحكومات هي تولي في برنامج الانتخابي، وأحيانا وكل الكتب التكليف السامي اللي بتصدر من سيدنا لرؤساء الحكومات باستمرار بركز على قضية الشباب، وكل مشاكل الشباب وهم الشباب. وانت شايف يعني الفراغ اللي عند الشباب والبطالة اللي عند الشباب، لوين بتودينا ولوين قاعدة بتودينا. لكن الحمد لله احنا بنراهن دائما، مثل ما بقول جلالة سيدنا، دائما بنراهن على وعي الشباب الأردنيين وتعليمهم وثقافتهم الدينية وثقافتهم الأخلاقية وثقافتنا المجتمعية. عملت الحكومات المتعاقبة على تقنين التعليم المهني على فئة معينة. على سبيل المثال، هاي الفئة هم اللي بعينوها في الوظائف العليا، هندسة، طب، إلى آخره، بتتعين في الوظائف العليا، بينما بقية المجتمع الأردني بتعلم تعليم أكاديمي، سبب تراكم في شهادات الأردنيين مما سبب البطالة والوضع اللي انت شايفه هذا. تتوقع في تقصير، يعني بالنسبة مش عارف، يعني مش الفرص صعب الحصول عليها، يعني وبتعرف طرق مش دغرية دائما في الحصول على الفرص، تحس انه في ناس مش أكفأ من ناس تاخذ فرصنا، ايش زي هيك يعني. ما في، يعني حتى عندنا التعليم بالنسبة للشباب مفروض يكون زي باقي الدول، تعليم انه يكون في نوع من، يعني عندنا التعليم زي ما بتعرف غالي. ما في، يعني عندنا بس كل الهم انه الربح، يعني التعليم صارت مؤسسات التعليمية عبارة عن مؤسسات ربحية بس، مش زي باقي الدول. باقي الدول بتوفر لأبناء الجنسية تاعتها، وهذا أكثر إشي بهم الشباب، التعليم توفر لأبناء بتوفر لأبناء الجنسية تاعت الدولة، بتوفر لهم تعليم شبه مجاني. بصراحة بس على الورق بتهتم في فئة الشباب، في الواقع احنا الشباب، خلينا نحكي على مستوى محافظة معان، على عندنا عدة مراكز شبابية، وعندنا عدة هيئات شبابية، وعندنا عدة جمعات خيرية ترفع شعار العمل باسم الشباب، لكن بأرض الواقع صفر. في منهم يهتم وفي منهم لا، طبعا شيء أكيد. في يعني زي انه دراسات عادية ومش عادية، ما هو حسب كل واحد الشاب رأيه. أولا التعليم في منه، بقول لك في علم الشباب، بس الشباب زي مش راضي تتعلم، مش يعني كيف بدي أقولها، فيها فرص عمل تشتغل، بس وين الأدب؟ وين بدها تلاقيها طبعاً؟